إلى معجزة العلم والعلماء مع بركية عزاء يلقيها علينا الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ عادل السيد حسن فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين مالك الملك والملكوت الفرد الصمد الذي لا يفنى ولا يموت، خلق الموت والحياة للابتلاء والعظة، للذكر والتفكر، حتى يعلم رب العالمين من يرضى بقضاء الله وقدره ومن يسخط من قضاء الله وقدره. خلق الموت والحياة، الموت مخلوق من خلق الله تبارك وتعالى، ولكن علمنا حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عند المصيبة والأحزان أن نرجع الأمر لصاحب الأمر ونفوض الأمر لله ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون. القضاء في الدنيا ثلاث، القضاء يقول حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم القضاء في الدنيا ثلاثة أصناف، اللي بيحكم بين الناس سواء عرفي او مجتمع او مجلس دولة، ثلاثة، اتنين في النار وواحد في الجنة. سئل حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مين اللي في النار يا رسول الله ومين اللي في الجنة؟ قال حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اما اللذان في النار رجل علم الحق وجار عليه، حكم بغيره فهو في النار، والثاني رجل حكم على جهل مش عارف حاجة وبيحكم. العارف الجراط في كم سهم، والعارف الأردب كم كيله ولا كم كيلو وبيوزن. أما الذي في الجنة رجل علم الحق وحكم به فهو في الجنة، وإن كان القاضي هو الله والعالم هو الله والحاكم هو الله عندما يقول وقضى ربك، وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اوعى تفكر الإحسان بر الوالدين إن شيء زايد عن حقك أو عن مالك أو عن جاهك. لما سئل حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، راقب نفسك. وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض. ده حكم من الله تبارك وتعالى، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ايه اللي بيذل اي انسان؟ قلة الحيلة والاحتيال، معاه مال لكن مريض مش قادر يخدم نفسه، صحته حلوة وما معوش يصرف على نفسه،
يقوم ربنا يفكرك يقولك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وكل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انظر بقى لتربيتك وانت صغير، اقل شيء يزعلك واقل شيء يرضيك، اقل شيء يرضيك وانت عيل صغير واقل شيء يزعلك. يقوم ربنا يفكرك وكل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. اوعى تقول اصل ابويا ظالم كتب لاخويا وما كتبش ليا. انت بتتكلم على ابويا يا عم الشيخ، ده ابويا كافر ما بيروحش المسجد، مالكش دعوة، دي امور بينه وبين ربه. لكن انت ابنه، ده ابوك بعد الله تبارك وتعالى، والعبادة لله طاعة الوالدين. رضا الوالدين من رضا الله، وسخط الوالدين من سخط الله تبارك وتعالى. سيدنا سعد رضوان الله عليه كان من العشر المبشرين بالجنة، أمه كانت مشركة، ففي يوم من الأيام أخذ الطعام والشراب، الله يبارك فيه، بيودي لها الطعام والشراب تأكل. قالت له يا سعد، قال نعم يا أمه. قالت أنا عايز أقول لك كلمة كده، أنا سمعت إنك أنت دخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم، ودين محمد بأمرك ببر الوالدين ولا تعصان. قال نعم يا أمه، مري ما شئتي. اللي هتقوليه عن نفسه الدين بتاع محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم موصينا على الوالدين. قالت له طب انا بأمرك تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ما فعلتش، شيل الطعام والشراب وهعتصم عن الطعام والشراب واموت جوعا وتعير بيه في وسط القبائل. ويقولوا ام سعد ماتت من الجوع ويعيروك في وسط العرب. قال يا أمه، لو أعطاك الله تبارك وتعالى 100 نفس تخرج كل نفس وراء الأخرى، أنا أن أترك هذا الأمر بعد أن أنار الله قلبي للإسلام ما فعلت، لا شتم ولا قطعها ولا ترازل. ده قال لها لا، في الكلمة دي مش هسمع كلامي. وذهب إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله بشكيله، عايز يقول له اللي حدث بيني وبين أمي. قال له مرحبا بالذي أنزل الله تبارك وتعالى في حقه هو وأمه قرآنا يتلى إلى أن يرسل الله الأرض ومن عليها. قال يا رسول الله من أخبرك بذلك؟ قال أخبرني اللطيف الخبير بالعباد. قال له قول يا رسول الله إيه اللي اتقال في حق أمي؟ اسمع إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي مشركة. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالدي إلي المصير. شوف يا سعد الآية بتاعتك أنت وأمك، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. بل يا رسول الله ما تريحني من الهم اللي أنا فيه وادعو الله لأمي تخش في الإسلام يهديها وتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال اللهم اهدي أم سعد في الإسلام، اللهم اهدي أم سعد للإسلام. فلما ذهب إليها قالت يا سعد خذ بيدي حتى أنطق الشهادة أمام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ذهبت إلى الحبيب ونطقت الشهادة أمام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فطمع سيدنا سعد في دعوة، قال يا رسول الله الأمر بينك وبين ربك مستجاب،
ادعو الله لي ان اكون مستجاب الدعوة. فقال يا سعد ليست لك خاصة وانما هي لأمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اطب مطعمك تستجب دعوتك. اخي في الله وحبيبي في رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. الراحلة الكريمة رحمة الله عليها، ام ربت اجيال وسعت على رزقها من بداية حياتها، وكانت مربية لكل انسان، كانت في التربية والتعليم، علمت ربت، كانت في اخر ايام حياتها لن تترك كتاب الله امامها ليلا ونهارا. كان كل وقت يمر عليها يأتيها سائل او محتاج، كانت تضع يدها بجوارها كأنها تعلم ما تحت يدها، وتعطي وتنفق لله تبارك وتعالى. وكل انسان كان يحتاج او يعرف واحد محتاج يخبط عليها، يا حاجة فاطمة فلان محتاج، تقول له تسيبه مالكش دعوة، تديله محدش يشوف بديله ايه. كانت تنفق سرا وعلانية ابتغاء مرضات الله. كان اهلها يساعدونها على ذلك. اطال الله في عمر كل من كان يلي امرها ويسأل عنها ويساعدها لإتيان الخير. كانت كل سنة تأتي إلى المسجد، تبعث مرسال إلى المسجد، هذا المال جاي من الخارج من عند بنتي وعيالي وعيال بنتي، هبة للمسجد، هبة لتجهيز ناس، هبة لمساعدة الفقراء، هبة. كانت أمينة على كل شيء ابتغاء مرضات الله. إذا ماتت الأم نادى مناد من قبل الله تبارك وتعالى على الأهل والأحباب والخلان، يا ابن آدم ماتت من كنا نكرمك من أجلها، فاصنع اليوم عمل تكرم من أجله ولا يسعنا في هذا المكان وهذا المقام في هذه اللحظة المباركة. ثالث أيام العيد التكبير والتهليل والمغفرة من الله تبارك وتعالى، لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نقدم خالص العزاء لأسرة الفقيدة، ونطلب من الله تبارك وتعالى أن يبدلها دارا خيرا من دارها. اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، ولدا خيرا من ولدها، إنه نعم المولى ونعم النصير. ونسألكم قراءة الفاتحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا مولانا.